الاهلي والترجي اكيد الكل بيترقب مباراه الغد، لان انا من فتره طويله يمكن الفريقين بكل تاكيد الفريقين بيسعوا بكره للحسم كل بحساباته طبعا. مستوى الناديين واسمهم، لان احنا عارفين احنا مباراه الغد بكل تاكيد هي لناديين هم الاكبر على المستوى الافريقي من وجهه نظري، فان شاء الله تبقى مباراه تليق باسم الناديين ان شاء الله. تفضل. كابتن حسام اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. طبعا المباراه هي مباراه كرويه بالاساس، لكن شاءت القاعده دائما تكون فيها ايضا على المستوى الاعلامي على المستوى الحديث قبل وبعد مباراه كثير من الحبر يسيل عن المباراه في القمه، وما لفت نظري هذه المباراه حتى منك انت كابتن حسام انه الحديث كان اوفر شويه عن التحكيم قبل المباراه وبعد المباراه. لا 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 مش اوفر، بص على التحكيم كويس، انت بتفتح انت بتفتح التحكيم تاني، وكونك ان انت فتحت التحكيم يبقى في مشكله. لا انت فتحت التحكيم، انا ما فتحتش التحكيم، انا اتكلمت بعد المباراه، كونك ان انت بتحكم بتفتح التحكيم يبقى في مشكله في الناحيه اللي انت فتحتها دي. فارجو ان احنا يعني زي ما انا بقول تبقى مباراه تليق باسم الناديين، واعتقد ان الكل بيترقب مباراه الغد. ليس الاهلي ولا الترجي لوحده، ده هتبقى الجماهير والاتحاد الافريقي والاتحادات والاتحاد المصري والاتحاد التونسي، كله هيترقب مباراه الغد لانها مباراه مهمه. ويمكن مباراة برج العرب كان فيها بعض الإثارة بالنقطة اللي أنت قلتها، فبالتالي أنت اللي فتحت النقطة دي، فيبقى في مشكلة في الحتة دي حصلت، وعشان كده هيبقى في ترقب كبير زي ما أنت قلت إعلامي وجماهيري، أنت اللي فتحت النقطة دي، فأكيد يبقى كان في خطأ في الحتة دي مش أنا اللي فتحتها. سؤال ثاني أخير. تفضل. كابتن حسام بدري الناس سؤال مستقبل. اتفضل. كابتن حسام بدري النادي الاهلي معروف ان هو بيمتلك مقاتلين في مثل هذه المقابلات، وليه فعلا سواء السابقه كانت بتصب بصراحه النادي الاهلي؟ حضرتك كنت مدرب او مدير فني ومدير كوتش في لقاء 2012 واكثر من لقاء هنا في ماتش ترابي، هل ده ان شاء الله بيدي النادي الاهلي الحافز المعنوي الكبير قبل المقابله غدا ان شاء الله امام الترجي التونسي؟ واللي بنتمنى طبعا ان حضرتك تفرح المصريين بكره في نهايه هذا اللقاء وانت بتمتلك لاعبين. ان شاء الله ان شاء الله، يعني سؤالك خلاص واضح. بتكلم بس عشان الوقت بعد اذنك، فبقول ان مباراه الغد هي على مستوى ناديين كبار، واكيد الناديين الكبار دول بيسعوا للحسم، وكل مباراه ليها ظروفها، لكن هو بالتاكيد في ثوابت، الثوابت ان الفريقين كبار، الفريقين بيملكوا كل المقاومات، فكل هيسعى طبعا لتحقيق هدفه غدا ان شاء الله، اكيد ان شاء الله. نشكر حضراتكم يا جماعه. اي سؤال تاني؟ سؤال تاني؟ سؤال بس. اتفضل. كابتن حسام ما لفت نظري قبل بس مش بالتحكيم، عشان انت اللي بتفتح التحكيم، انا ما فتحت سيرت، انت اللي مصر على التحكيم، ومع انك تونسي بس انت اللي مصر على حته التحكيم. حسام طبعا قبل مباراه الذهاب صراحه قال له مهما كانت النتيجه الحسم سيكون في رأس، لان ده منطقي، يعني تملي انا بقول ان من خلال خبراتي ان النتيجه بتاعه برج العرب مش هتكون حاسمه، ومش معنى كده ان انا قلت بقصد استفزازي، ولكن انا كنت متاكد ان النتيجه مش هتكون حاسمه لاي فريق، فبالتالي كنت بقول ان الحسم هيبقى في رادس، وده الواقع والمنطق، وليس يعني تحدي او اثاره لاي طرف، ولكن بالفعل من خلال خبراتي يعني. بس اخر حاجه السيد حسام، انت كنت بالتدريبات في الاستاد بتاع الاهلي وكل شيء وفتحت للجماهير، اسكو بعد اختمت على المعنويات اكثر من التدريبات حسب ما شفت في الاهلي اتفرجت معنا في التدريبات المباشره، ما حسيتكش خدمت مع الجماهير تكتيك مع الفنيات وكل شيء، خدمت على المعنويات، حتى شفت جماهير الاهلي تشجع ياسر في الملعبيه، شجعت الفنيه، شجعت الحارس، وحسيت هذه النقطة أول مرة تشتغل عليها؟ لا مش أول مرة بنشتغل عليها، لكن كل حاجة وقتها وبظروفها، في وقت بتشتغل عليها بجماهير، في وقت الظروف ما بتسمحش يبقى في جماهير فبتشتغل بدون جماهير، ده واقع لازم يبقى جزء من شغلك كمدرب يعني. لكن خلينا نتكلم على التكتيك للفرق الكبيرة ما بيتعملش في يوم، يعني ما بيتعملش في يوم أو كده، لكن معمول تكتيك
والتكتيك محفوظ بالنسبه للعناصر اللي موجوده، وحتى ما بيبقى فيه تغيير في طريقه ادائنا بيبقى محفوظ لان تنفذناه على مدار السنه اللي كلها اللي احنا اشتغلنا فيها. لا ففي شغل على كل حاجه، وان شاء الله باذن الله يبقى التكتيك بتاعنا بكره كويس ان شاء الله. شكرا كابتن عصام. شكرا. شكرا. شكرا.